نتفرج نشوف كيف. سبحان الله. وهلا انت عم تشتغلي في الوقت. سبحان الله. الحمد لله كله خير. هل البيوت فيها خير؟ يعني هل البيوت البلاستيكية فيها خير؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب افتحي. ضايق الدنيا فيا ابدا. طيب احنا خلينا نتفق على الشيء اللي راح يصير. انت راح يصير عندك بيوت بلاستيكيه عشان تشغلي فيها الناس؟ عن جد والله؟ لا والله عن جد. انا والله عن جد. انا عن جد. والله عن جد. تكون يعني تعمل فيها مكتب؟ لا والله مش احنا جينا هون عشان نساعدك بس. راح يكون مجموعه من البيوت عشان تشتغلي فيها وتشغلي الناس معك وتزيدي الخير وان شاء الله يكونون اكثر من اللي كانوا عند ابوكي، لكن هذا الجهد يعتمد عليك. الشيء الثاني، عندك 5 اولاد صح؟ اعتبريهم مكفولين ان شاء الله، راح توصلهم كفاله شهريه. يا رب يجزيك الخير يا رب، يفتح عليك ويرزقك. مش عارف شو بقول، اعصابي صارت ترجع. الله يبارك. انا اخوكي غيث من الامارات. والله عن جد كنا نشوفك بالتلفزيون نتابعك اني على فكره. هلا تابعي حالك. ان شاء الله يا رب، الله يجزيك الخير ويفتح عليك ويرزقك يا رب. الله يبارك فيك. مش عارف شو بدي اقول، اعصابي عم ترجع، بفكر حالي بحلم. الله يكتب لك. لا انه شهر اولادي مره مش عارف اخذهم اعالجهم، والله العظيم اقسم بالله، والله العظيم اقول يا رب يا رب يبعث لنا حدا يفرجها علينا بس. واكيد انا اذا الله رزقني صار عندي يعني من جد فتحت والله لشغل الناس. الله يبارك فيك. سامحيني يا عبد الله. الله يكتب لك الخير وانت تستاهلي. الله يسعدك. الله يبارك فيك. ولما البيوت كلها ان شاء الله تصير صحيحه وتكمل